السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي على أعمير كيتشن. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة الروتين بتاعنا يعني كان روتين صباحي، فهو أكيد هينزل لكم بالليل. المهم إن انتوا تتبسطوا معايا إن شاء الله. الفيديو النهاردة يعني كان روتين طويل جدا، وعملت حاجات كتير قوي في اليوم ده، وكان معظمها واقفة على الرجل بقى، وعملت مشاوير كتير كمان. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا، ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفوني. انا هنا اول ما صحيت كنت جايبه بيض من اليوم اللي قبليه. اليوم اللي قبليه كان عندي سباحه مع الولاد وكده، فاحنا راجعين جبنا البيض ده، ما كنتش شلته في التلاجة ولا اي حاجه، فكنت بقى عايزه اشيله. الجو ساقع يعني، فما بقلقش عليه وهو بره. فجبت العلبه بتاعه تنظيم البيض دي، وابتديت ان انا احط فيها البيض، وطبعا بدخلها التلاجة، وبتريحني كتير، لان انا ما بفضلش اسيب البيض في باب التلاجة وكده، بيعمل زحمه، وكمان عمر ما كفى معايا اساسا البيض جوه الباب. غير كمان بقى ان انا كنت عايزه احضر فطار، بصراحه كنت مكسله، وكان عندي كمان بطاطا المشويه طلعتها سخنتها في الميكرويف بسرعه، لان انا كنت شايلاها في الثلاجه، وكانت احلى فطار بصراحه. بطاطا مشويه كده جاهزه، ما تعبتش فيها خالص. قلت كمان اعمل بقى فنجان القهوه بتاعي، لان انا عارفه ان ورايا حاجات كتير، فعملته باللبن عشان يعني ما يكونش اوفر قوي ان هو يكون ساده، لان انا بعمل بمعلقتين من البن، وبحط فنجان كبير كده حلو من اللبن. ما بعملهوش في فنجان صغير، لا بعمله في بتاع الشاي، فبيكون حجمه كبير شويه. المهم دلوقتي ان انا هحطه بقى في الكنكه الكاتل دي اللي هي بالكهرباء، وهشربها. امبارح وانا في السباحه زوجي كلمني، هو كان المفروض يعدي علينا، بس كان مطبق في الشغل من قبلها بيوم، فما قدرش خالص ان هو يجي، وقال لي انا هروح انام وكده. اتفاجئنا ان ايه، كلمني قال لي ده المنجد كلمني وعايز يجي ياخد الحاجه، وفعلا جاء اخد الحاجه وبعت ناس تنزلها. وورايا بقى ايه، شغل متلتل في الاوضه، غير ان انا ورايا انزل اجيب طلبات الشهر اللي انا نزلتها معاكم في الروتين، سوري نزلتها معاكم في فيديو المشتريات. فهنزل بقى دلوقتي نروح نشتري الطلبات، بس بعد ما اظبط الاوضه بتاعه الليفنج كده عشان ارجع الاقي الدنيا نظيفه. طبعا بقى كنت فطرت كده وانا واقفه معاكم بالبطاطا، وصبيت القهوه. وعايزه اقول لكم بصوا هي حجمها قل ليه، انت اكيد عرفتوا ليه، انها فارت مني ونسيت خالص ان هي ما بتفصلش، فمحتاجه يا جماعه وقت عشان اتعود عليها. المهم بعد ما فطرت طلعت بقى اتفقد الاجواء، لقيت ان طبعا سجادة الطرقه كانت ملمومه. هم يعني زوجي كده بسرعه لقيته لم الدنيا، انا جيت لقيت بقى المنظر ده، الطرقه ما فيهاش سجاد ومبرومه، والليفنج طبعا انا كنت مظبطه كل حاجه يعني بحيث ان المنجد يجي ياخد كل حاجه، بس طبعا بقى لما الكنبه اتشال وكده الحقيقه ظهرت كميه تراب تحت الكنب، مع اني بنضف على طول، بس حكايه التراب والحاجات اللي بتعمل الولاد اكتر من التراب، يعني ممكن الاقي بقى لب وسوداني وفاكهه ولعب، حاجات كتير قوي. والستاير طبعا انا كنت نزلتها سريعا عشان ياخد البلتكنات، عشان هيعمل عليها شغل برضو في الستاير وكده، فقلت اغسلها كمان بالمره، رغم ان انا كنت لسه غسلها يعني قريب، او مش غسلها قريب، انا لسه فرشها قريب، فاهمين ازاي؟ فقلت مش مهم اغسلها برضو عشان تتفرش نظيفه. فشغلتها على البرنامج بتاع الستاير وسبتها بقى مع نفسها، وبقلل العصر بتاعها عشان ما تبقاش يعني قماشها ضعيف شويه. هي دخلت بقى على الغرفه بتاعه الليفنج، لميت كل حاجه قصادي، الترابيزه طبعا اللي عليها الاطباق، الورق بقى، الحاجات اللي لقيتها مهمه، يعني في قلمه واقعه والوان وحاجات من دي، اللعب بتاعه الولاد حطيتها على جنب عشان هبقى اغسلها لانها واقعه في التراب، وشلت كمان المروحه، ابتديت اكنس. وطبعا الاهم كمان من الكنس بقى الحاجات اللي هي بتبقى فوق السيراميك اللي على الحيطه ده، اللي هو بيسموه السوكلو، برده بيكون عليه تراب كده، فباخد بالي منه ومكنساه هو كمان. قلت هكنس وان شاء الله عايزه لما ارجع ما يبقاش ورايا حاجات كتير، لان الولاد اساسا حتى بعد ما شلنا الفرش هيضطروا يقعدوا هنا. ساعات بتكون جزء من المذاكره بتاعت مروان قدام التلفزيون، فبشغل له التلفزيون والفيديوهات بتاعت المدرسه، وبيقعد يحل الهوم ورك بتاعه، فلازم حاجه يعني يقعد عليها ويسند عليها ويتفرج قدام التلفزيون، مفيش مفر من كده. المهم طلعت كفتين حلوين كده، وادخلها تبقى نظيفه ما تبقاش فيها لسه تراب ولسه عايزه تتنظف لما نيجي نفرش. وانا واقفه بقى لقيت الخروفين العسلين دول دايما بيطلعوا، بس مش على طول، فنهارده الجو شمس وجو جميل، فلقيتهم طلعوا، قلت بقى اصوره لكم وهما بيتفسحوا كده. مروان وماسة عندي بيحبوهم جدا، لازم يطلعوا يشوفوهم كل يوم، ويزعلوا قوي لو ما لقوهمش واقفين.
نسيبنا بقى من الخرفان وندخل نشوف ورانا ايه، لان ورايا حاجات كتير جدا. المهم ان انا الحمد لله كنست الاوضه وروقتها ونظفتها ونازله وهي يعني الحمد لله نظيفه. قلت بقى انزل اجيب طلباتي، ان النهارده رايحه زهران ماركت، هو موجود عندنا في العجمي في البيطاش. عشان الناس اللي سالتني هو فين الفرع ده، الفرع ده في البيطاش في اول شهر العسل، يعني في اخر شهر البيطاش هتبداي بقى تلقي شهر العسل وبيانكي. لا انتي امسكي شهر العسل هو في اوله على طول. طيب الناس برضو اللي بتتكلم على ان زهران مقطعه، زهران مقطعه من ناحيه تيفال. زهران تيفال نفسه هو اللي فرنساوي، اللي هو الحلل الحاجات التيفال، ماركت تيفال هي اللي فرنساوي، لكن السوبر ماركت نفسه مصري، ده ماركت عادي جدا واخد توكيل تيفال من فرنسا، عشان كده هو ده الجزء المقطع. لكن الماركت نفسه فيه اكل مصري عادي وهو اصلا مصري، فاهمين ازاي؟ انا رحت على قسم الاجبان، كان فيها حاجات حلوه جدا وكان فيها عروض على الصفحه بتاعتهم، فعشان كده انا رحت وجبت كل الطلبات اللي انا عايزاها، وانتوا اكيد شفتها في المشتريات. وكمان دخلت بقى على قسم المكرونات، جبت المكرونه اللي انا عايزاها، ما كانتش كتير الشهر ده يعني بيبقى عندي اصلا، فبكمل على اللي عندي. بصيت على المعلبات، كنت عايزه اجيب تونه بس صرفت نظر، قلت لا مش مهم، انا كده كده بعملها في البيت، ان شاء الله ابقى اجيب واحده واعملها. قبل كده عملتها معاكم في فيديو، لو حابين هسيبه لكم في الاي اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة، تقدروا ترجعوا له وتشوفوا الحلقة بتاعت سمكة التونة. جبت كمان من عندهم من المعلبات دي الفاصوليا الحمراء، بصراحة حلوة قوي، هتشوفوها معايا كمان لما اروح، هنعمل منها حاجات جميلة جدا، هي اصلا يعني لذيذة كده، وكنت اتمنى ان انا الاقيها في اقسام العطارة، سواء في العطار العادي او في فتح الله مثلا او كده، لكن نادرة لما حد بيبيع الفاصوليا الحمراء دي، بيبيعوا البيضة العادية جدا. المهم ان الفرع ده مش كبير قوي، يعني اللي عندنا في العجمي ده مش كبير قوي، لكن هو ليه فروع كتير قوي في اسكندرية وليه فروع كتير في محافظات تانية. انا في فيديو المشتريات وريتكم نبذة كده مختصرة عن العناوين ورقم التليفون بتاعهم، لو حابة ان انت تطلبي اونلاين، مش اونلاين يعني، تطلبي دليفري لحد البيت، فبالتليفون تقدري من اقرب فرع هيوصل لك لحد البيت الطلبات اللي انت عايزاها. ده طبعا ميزة مش موجودة لا في فتح الله ولا في اي سوبر ماركت تاني كبير. هنا بقى كنت بشتري حاجات اللي هي التغليف وكده والمنظفات. بصراحه انتوا قلتوا لي اريال فرنساوي، انا بصراحه اول مره اعرف اريال ده اساسا، يعني قبل كده برضو كان في مقاطعات تانية البلاد تانية بقى مش عايزين نذكر، بس كان من ضمنها اريال، فجاه بقى فرنساوي ازاي انا مش عارف، بس فعلا لو حد يقدر يحصر لنا الحاجات الفرنسيه يا ريت، لان انا نفسي معلوماتي في الحاجات دي قليله قوي، يعني كم حاجة بالنسبة لي فرنساوي، لكن في حاجات اكتشفتها منكم من التعليقات، فبصراحة انا مش عارفة يعني ايه مدى صحة الكلام ده. انا جبت اريال اللي هو 6 كيلو، 4 كيلو مع 2 كيلو هدية، وبريحة اللافندر اللي هو يعني هي ريحة جديدة شوية كده، لسه نازلة مصر جديد. المهم ان انا جبتهم وكان السعر بتاعهم 157 جنيه تقريبا. الحمد لله اشتريت كل حاجتي وروحت على طول. دي كل طلباتي، والكمامة كمان اهي انا لسه على الباب بصيتهم كده بس. طبعا هشيل الحاجات اللي عايزة تتشال في التلاجة والفريزر والكلام ده، وهنبدأ بقى نشوف ورانا ايه. بس انا بصراحة قبل ما اشتغل في حاجة البيت هكمل الاول الغرفة، لان الولاد لما يجوا زي ما قلت لكم هيبقوا عايزين يجوا يقعدوا. الشباك انا كنت عايزة اخلص منه، فقلت بقى يعني اخلصه كده سريعا. وانا شغالة على فكرة يعني في النص كده عشان تبقوا عارفين، سبت اللي في ايدي ونزلت جبت الولاد، يعني بعمل فاصل كده مع نفسي وانزل اجيبهم وارجع اكمل، لان بصراحة الاوضة دي لا غنى عنها ان هم يقعدوا فيها، فقلت اخد الشباك بالمرة معايا عشان السرير لما تيجي تركب هتكون بقى يعني مش اكيد مش هنضف وراها بقى وابهدلها وكده. انا كل اللي بعمله في الشبابيك بالذات الشيشان، يعني مش بعرف اخلعها بقى واغسلها والكلام ده، فانا بمسك البخاخه فيها اي معطر او اي منظف وببخ كده على الازاز، سوري على الخشب، زي ما الشتا بيشتي عليه، يعني هو كده كده الميه مش غلط على الخشب لان هو اصلا مطلي، فزي المطر بالظبط، فبنزل التراب بالمنظر ده، لان انا مسكت فرشه وابتديت ان انا انظف على الجاف انا اللي هتبهدل التراب، كل التراب ده هيجي في وشي انا وفي نفسي انا، فاهم حاجه ان انا بمسك حاجه فيها ميه وفرشه ناعمه بنزل كل الميه دي والتراب في الشارع. طبعا ببقى متاكده ان يعني كل الادوار اللي تحتيه قافله، مفيش حد مثلا مهوي فرشه في الشباك او حاجات زي كده، فدي اول حاجه ببص عليها. وطبعا من قلقي كل شويه اكون ببص، لو سمعت صوت ولا حاجه بحس ان انا ايه مربوكه كده، عايزه اطمن ان مفيش حد فعلا طالع عشان ما اذيش حد.
انا كده كده الشبابيك كلها بتاعتي على الشارع، ما عنديش اوضه او غرفه على منور او داخليه او حاجه زي كده، وكمان الواجهه كلها ما فيهاش حد قريب مني، فكله بعيد. حتى العماره اللي في وشي دي زي ما انتوا شايفين كده هي جنب عماره مش وشها، فالحمد لله ما فيش حد كشفني خالص ولا حاسس بيا بعمل ايه. المهم دلوقتي ان انا السلك ده اصلا كنت عاملاه بالمكنسه الكهرباء، وكان فاضل لي بس الخشب، الحمد لله لمعته وكله بقى زي الفل. قلت بقى اسيق او امسح تحتيه كده بحيث ان انا برضو ايه افرش سجاده على طول، لان الولاد اكيد مش هيقعدوا في السيراميك كده، والمع. انا طبعا بعد ما عملت الشباك نزلت جبت الولاد ورجعت قلت لهم بس خليكم بره لحد ما اخلص الغرفه وهناديكم بقى تفرشوا معايا وتحطوا اللي انتوا عايزينه وتقعدوا هنا. الغرفة لحد دلوقتي الى حد ما دفى، لان هي في الشتاء جامد قوي بتكون تلج تلج بمعنى الكلمة يعني رصاص، فالحمد لله شمس داخلها دلوقتي وكده. ايام الشتاء اساسا الدش بيفصل، لان الدش في الواجهة الغربي اللي احنا فيها دي، وفي نفس الوقت ملناش اي قعاد في الاوضة دي خالص. انا بقى مسحت كمان بالمرة الجزء اللي في الدخلة بتاعت الغرفة، ومسحت كمان الطرقة لان كده كده السجاد بتاعها مش موجود، فكنت كان استهبل معاها، وكمان مسحتها بالمساحة اللذيذة دي اللي معاها السبراي بتاعها، حاطة فيه مية وديتول وبمسح بيه بقى كده، وما بتاخدش مني وقت خالص. بعد ما نشفت طبعا وسبتها تهدى شوية مع نفسها، جيت فرشت السجادة هنا كده، وقلت بقى الولاد بدل ما يقعدوا على الارض وبدل كمان ما يسندوا على الحيطه وهي ساقعه عليهم، حطيت لهم الشلت بتاعه الليفينج اصلا، لان هي من الحاجات اللي مش هتتنجد، او هي الحاجه الوحيده اساسا اللي مش هتتنجد، يعني هي عباره عن فايبر، يعني فاهمين ازاي، كسوه بيضه جواها وجواها فايبر ابيض، فما فيهاش اي تنجيد خالص. فمروان برضو جه ساعدني، يا ابني البس شراب، يا ابني البس اي حاجة في رجلك، لا مش عايز. طب يا مثلا البسي لكلوك في رجلك، لا مش عايزة. وانا بحتار مع الولاد في الشتاء بالذات ان هم يلبسوا حاجات في رجليهم، ما بيردوش نهائي. كانوا بقى فرحانين بالاوضة جدا اكتر من ما كانت مفروشة. المهم دلوقتي بقى بصوا قاعدة ازاي، مسا كمان غطت نفسها بالبطانية بتاعت البيبيهات بتاعتها، وكان عندي كمان الستائر خلاص اتغسلت، قلت بقى اطلع انشرها، وكان عندي كمان اللي هو اللحفه سوري البطاطين الدفايه كنت منشرها معاكم الروتين اللي فات، وشلتها بقى على طول عشان خلاص هي الحمد لله نشفت. بصوا عايزه اوريكم المايوهات، انا طبعا لما باجي من السباحه بغسلها على ايديا على مطرح الميه بكلور بتاعه الحمام السباحه وكده، وبنشرها في نفس اليوم، يعني بعصرها كده عصره بسيطه واطلع احطها على المنشر تنشف مع نفسها لحد التمرين اللي جاي. المايو بتاع ماسا اصلا عندي من قبل كده، عندي من سنين وبيجي على قدها لحد دلوقت، لكن مايو مروان هو اللي انا لسه جايبه له، غيرته له يعني جددت له بتاعه. انا جايباه من كوتونيل، عايز اقول لكم انا دخت على مايو مش لاقيه، رحت اكتف قال لي لا طبعا ما عندناش خلصوا خلاص، ورحت كمان اماكن كتير قوي من ضمنها كوتونيل، بصراحه هو الوحيد اللي قال لي هدور لك في المخزن واجيب لك لو لقيت، وفعلا الحمد لله اتصل عليا لما لقى ونزلت اخدته منه، لان انا عندي كوتونيل قريب مني جدا، اخدته كمان بتخفيض، يعني هو كان عايز يديوني 130، قال لي لا بقول لك ايه هاتي 110، انا اصلا جايبه لك من المخزن، والحاجات اللي في المخازن دي لو اتاخد منها بنطلعها بديسكاونت كبير. فالحمد لله ان هو جه على مقاسه وان انا لقيت اساسا، وبس قعدت ذاكرت لهم طبعا لان اهم حاجه عندي هي المذاكره، وابتديت بقى اشيل الحاجه بتاعه الاكل. بصراحه الجبنات كنت سايباها زي ما هي على السفره مكان ما كنت بصور لكم فيديو المشتريات، والدنيا ساقعه يعني فاهمين، فما كنتش قلقانه على حاجه قوي غير الزبده هي اللي دخلتها التلاجة بصراحه، وطبعا اللبن اللي هو اللبن مزارع دينا لان هو لازم يتشال في التلاجة. الجبنات اللي انا جبتها الجبنه الرومي او التركي، عشان الناس بتزعل قوي من الجبنه التركي دي، بس هي كلمه اسكندراني يعني ملهاش علاقه بتركيا ولا ليها علاقه، ولا الجبنه الرومي ليها علاقه بروما يعني. مش عارفه اصلا لا رومي ولا تركي كلمه مصري، فمش عارفه انتوا بتزعلوا نفسكم ليه على الكلمات دي، هي جايه لنا اسمها كده. وجبت كمان جبنه ناشفه بتبقى حادقه شويه بس انا بحبها، وجبت الموتزاريلا بتتباع سايبه زي فتح الله بالظبط، بس من ماركه ملكي، يعني مش ماركه مجهوله ولا مصنع مش معروف، لا هي معروفه من شركه ملكي، بس كيس 5 كيلو، اكيد مفيش زبون هيروح يشتري كيس 5 كيلو من الجبنه الموتزاريلا، فهم بيفصلوها كده 4 انص زي ما انت عايزه. وطبعا الجبنه الريكفورت اللي انا بعشقها. طبعا انا فتحت كل حاجه وغسلت ايدي كويس جدا، وابتديت بقى البس جلافز عشان
اشتغل بيه عشان الجبنات يعني ما تبقاش من مطرح ده لده، من الطبق ده لده، والحاجات دي كورونا علمتنا الادب. اللي هو بقينا نعقم التفاهه كلها بنعقمها من اكبر حاجه لاصغر حاجه. فالحمد لله على كل حال ادينا ايه بنحاول نتماشى مع الامور ونحاول ان احنا ما نعقدش الدنيا. الجبنه دي عشان متغلفه انا مش هحط لها يعني مش هفكها، هسيبها زي ما هي اللي هي الناشفه دي. وده البيف بصراحه حلو قوي، الكورن البيف ده يعني انا ما بكترش منه، تقريبا ده ربع كيلو بس، هو مقطعه على رفيع جدا جدا، بيتعمل بيه بيض، بيتعمل بيه مثلا بيتزا، بيدخل في حاجات كتير يعني، في فطار في عشاء في الكلام ده. المهم ان انا بحط كل حاجه في علبها كده، يعني دي عاده بعملها معاكم كل شهر تقريبا. و العلب دي بتسالوني برضو بتجيبيها منين، العلب بجيبها من فتح الله او من رنين او من اي بتاع ادوات منزليه. اللانشون ده حلو جدا، بصوا انا ما قاومتهوش، جايباه من شركه جديده او يعني جديده عليا انا، اسمها فارم، اسمها فريش فارم. حاجتها حلوه جدا، طعمها تحفه. انا كنت بجيب الاول حلواني، وبصراحه حلواني ممتاز، بس يعني كتغيير جبت فريش فارم ده وعجبني قوي، وتقريبا نفس رينج الاسعار بتاعت حلواني يعني مش غالي خالص. حتى الجبنه الريكفورت طبعا لازم احترمها واحطها في طبق واقدرها كده لان هي غاليه جدا فلازم نقدرها. الموتزاريلا بقى انا بقسم الكميه اللي انا بجيبها دايما زي ما متعوده معاكم، بس المره دي انا قسمتها في اطباق لان انا كنت دايما بقسمها في اكياس، قلت الاطباق اسهل عليا الكمية دي بتكفيني لطبخة واحدة، يعني لو هعمل بيتزتين كبار حلو بتكفي، لو هعمل صينية جلاش لذيذة برضو بستخدمها، الحاجات اللي زي دي ممكن احطها في المكرونة بالبشاميل برضو بتبقى حلوة قوي. ابتديت بقى اقفل الاطباق بتاعتي بالغطاء بتاعها، بصوا انا عندي كل الاحجام يعني والاشكال وكده يعني. وفاضل لي بقى الزبدة، هطلعها من التلاجة، انا بشيلها في التلاجة حتى بعد التقطيع، انا بقطعها طبعا وبشيلها متقطعه، بس بعد التقطيع كمان بدخلها التلاجة مش الفريزر. دول بقى البلاستيكات او الاكياس اللي انا بجيبها، ده الحجم المتوسط بيكون فيه 3 اكياس، الحجم بتاعهم كويس قوي، بياخد معاكي مثلا فرخه كبيره بالخضار بتاعها في الفرن بتبقى حلوه وصحيه جدا. جبت كمان الاكياس بتاعه القمامه من كوين دي، ربع كيلو بس الحجم الكبير 70 في 90، بصراحه بتريحني جدا، بتاخد كميه كبيره كده من غير ما تبهدلي الدنيا. وجبت كمان من كلينج فيلم من ديميتا، انا بحب الشركة دي جدا عشان الرول بتاعها بيثبت في العلبة، هقول لكم دلوقتي ازاي عشان قلت لكم قبل كده على فكرة وبرضو الناس بتسألني. جبت كمان الالومنيوم فويل من كوين لان انا ملقتش من ديميتا الالومنيوم فويل. بصوا بقى الكلينج فيلم ليه انا بحبه من ديميتا او الالومنيوم فويل، بسبب الجزء ده بتفتحي الجزء ده عادي خلاص بقت علبه، طبعا انت بتطلعي الرول ده تقومي راميه العلبه، لا العلبه هنا ليها استخدام قوي جدا وهتحبيها قوي. انا بطلع الاول اول جزء كده من الرول، بصوا بقى القطعه دي هي اللي بتقطع لك الكيس او يعني الاسترتش في الوقت ما تكوني عايزه تقطعي، يعني عايزه تغلفي حاجه بتبداي يقطع لك هو. طيب رجعت انا الرول زي ما هو في العلبه وهبتدي بقى ايه من الجزء ده، شايفين مكتوب اضغط هنا بصبعك كده تقومي مدخله الكرتونه دي لجوه، فطبعا هي هتمسك في الرول ما تخليهوش يتحرك، ومن الناحيه الثانيه نفس الموضوع، الرول عندك جوه بقى ثابت كده بسبب ان الجزئين دول مسكوا فيه، فبتطلعي بقى اللي انت عايزاه من البلاستيك وتغلفي بيه اي حاجه. فالعلبة هنا ليها استخدام قوي جدا زي ما قلت لكم، ان انتوا اولا هيبقى عاملة زي الجزء اللي هو بيثبت لك الرول نفسه، وفي نفس الوقت بيقطع لك وانت واقفة في مكانك، بصوا اهو من غير بقى تمسكي سكينة وتقعدي تدوري على المقص عشان تقصي. الموضوع ده انا بعمله بقالي سنتين ثلاثة من ساعة ما عرفت ماركة ديميتا، وانا بصراحة ما بستغناش عنها، ساعات بجيب الحجم الاصغر اللي هو بيكون كنز شوية، المرة دي انا لقيت الكبير ما يضرش برضو، كلهم حلوين قوي. بصوا هي فتحت معايا لان انا ما ضغطتش كويس على الجزء اللي مكتوب عليه اضغط هنا ده، فثابت معايا، لكن هي اصلا بتثبت جدا جدا في مكانها. انا كده غلفت الاطباق بتاعت الجبنه الموتزاريلا لان هما ملهمش غطا، وهشيل بقى الحاجه بتاعتي دي كلها في الفريزر، سوري في الثلاجه، والجبنه الموتزاريلا طبعا هي اللي هتروح للفريزر، هي والربع التركي زياده ده لان انا بجيبه دايما كده واشيله في الفريزر برده. الزبده بقى انا جبتها نيوزيلندي برضو زي ما بتعودين، ولقيتها الحمد لله في زهران زي ما بجيبها بالظبط من فتح الله. انا جبت تقريبا نص كيلو،
وشايلها في التلاجة عشان تكون متماسكة كده ساعة التقطيع، وعشان ما اوسخش البلانشة بتاعتي على نفس الكيس اللي هي متغلفة بيه ابتديت اقطعها، وطلعت العلبة بتاعة الشهر اللي فات اللي انا حاطة فيها الزبدة، بصوا كان فاضل لها كام مكعب بس، وببدأ بقى اقطع مكعبات مختلفة في الحجم، ساعات مثلا اخد مكعب صغير اقلي بيه بيضة، اخد مكعبين كبار شوية اعمل بيهم طبخة، لو حبيت اعمل بسكوت او كوكيز وطلع منه مثلا نص كوباية بالمعيار كده، او حتى لو طلعت على الميزان وزنت الكم اللي انا عايزاه، هي متقطعة وبتبقى سهلة الاستخدام جدا، بتوفر عليا قوي عكس ما اكون بقى عندي القالب بحاله، كل ما اكون عايزة اطبخ اطلع القالب واكسر فيه ودغدغ فيه عشان اطلع منه حتة بس اطبخ بيها. دخلته التلاجة زي ما قلت لكم مش الفريزر، طلعت بقى بقية الحاجات التانية اللي هي بتكون كده اكياس وحاجات كده، لان دي بتبقى تعقيمها صعب شوية، فانا بصراحة بقى ايه قلت انجز نفسي وحطيت في البخاخ بتاعي مية بخل، وقلت بقى ايه هبخ على الحاجات اللي فيها اكياس وابعد عن اللي فيها كرتون، وابدأ بقى ايه امسح مسحة عليهم كده خفيفة بالمنديل. المنديل ده مناديل مطبخ عادية، برضو الرول كان خلصان اهو، دايما كده اخر الشهر الحاجة بتخلص، وابتديت ابخ عليهم كده من بعيد بخة عادية جدا، وابتديت برضو امسح بالمناديل. الحاجات اللي ورا دي اللي هي الاعشاب متغلفة اصلا ببلاستيك، يعني علب كرتون بس متغلفة ببلاستيك، عشان كده انا رشيتها عادي من غير ما اخاف. وابتديت بقى بالمنديل امسح اكياس الدقيق وكيس الرز، وانا الشهر ده ما جبتش رز اصلا غير بسمتي، لان الرز اللي عندي موجود تقريبا ان شاء الله كده ان عشنا وكلينا عمري يكفي معايا لاخر الشهر. وجبت ينسون وكركديه ونشا وشوية بهارات كده من باب الشام، لان كان معاهم معلقة خشب هدية وانا اعز الهدايا قوي فجبتهم لان انا اصلا كنت محتاجاهم، والمعلقة كمان عجبتني. وجبت دقيق ذرة اصفر هبقى اقول لكم على استخداماته لان ناس كتير سألتني، وعلبة لبن ميرو، ناس كتير مستغربة ان هو نيوزيلندي، هو فعلا نيوزيلندي، يعني معظم الالبان البودرة هتلاقوها نيوزيلندي، هي نيوزيلندا منتجات البان يعني درجة اولى عشان تبقوا فاهمين، يعني المرعى عندهم ممتاز. الملح ده ملح هيمالايا صخري، وريته لكم امبارح في المشتريات، لسه ان شاء الله عايزة اجربه. وجبت سكر سويتال يعني صحي اكتر من السكر الابيض العادي، وخالي من الاسبرتام وخالي من السكر المصنع، فان شاء الله برضو هبقى استخدمه، ما اعرفش بقى هواظب عليه ولا لا، بس الباكو ده فيه 100 كيس هوريه لكم كمان دلوقتي ب 43 جنيه تقريبا. طلعت الكركديه واليانسون قدامي عشان انسى ما انساش اعملهم بالليل، لان انا عندي دكتور اسنان ولما برجع من عنده ببقى محرومه من الاكل ساعتين، فاهمين ازاي، فببقى عايزه اشرب حاجه سخنه. كمان طلعت بقى الازايز والحاجات زي ما متعودين مع بعض كل شهر بقى، احطهم كده في الحوض اديهم غسله طالما هم محكمين الغلق، وبلاستيك اللي منهم معدن بنشفه على طول عشان ما يصديش او يعني ما يبقاش غلط على المعدن، وازايز اللبن اللي هي الزبادو كل حاجه، يعني احنا دايما كل شهر تقريبا بنعمل الموضوع ده. غسلتهم بقى كلهم، والحاجات كمان اللي انا فرحت قوي ان انا جبتها شهر ده، سمنة شيراتون ممتازة، السمنة دي نيوزيلندي برضو، و السنة الشهر اللي فات انا جبت ان سي زد كانت هولندي وكانت حلوة فوق الوصف بصراحة، بس قلت اجيب الشيراتون المرة دي كانت طالما عليها عرض، الحاجات دي في العروض بتكون ممتازة قوي سعرها، لكن السعر الاصلي بتاعها بيكون يعني ضرب نار كده. خلاص انا اديتهم شطفة. وبصوا بقى البقسماط ده برضو نضفته وغسلته لان انا كنت ناسيه جنبي كده، فغسلته ونشفته برضو عشان ما يصديش. قشطة توك على فكرة والله انا ما اعرف فعلا ان هي فرنساوي، بس انا كان المفروض اعرف ده من نفسي لان فعلا اسمها اكيد فرنسي، فاعذروني بجد حاجات كتير انا ما اعرفهاش، ياريت فعلا حد ينوه عن المنتجات الفرنسية لو عنده المام كده بالمنتجات كلها. بعد طبعا ما بغسلهم بحطهم على فوطة كده ناشفة يتصفوا، وفي نفس الوقت انا بنشف منهم المبلول يعني بالذات الحاجات الصفيح دي وكده، ومنهم كمان لو تاخدوا بالكم علبة الفاصوليا الحمراء اللي قلتلكوا عليها، ان شاء الله نبقى نعملها مع بعض في روتين من الروتينات، لان هي فوائدها حلوة قوي، من الحاجات البقوليات اللي البروتين فيها نسبته عالية قوي، فبيكون لذيذ جدا. بس كده انا هرجع لبن دينا تاني التلاجة، وهرجع الزبادو التلاجة وقشطة بوك كمان،
لكن الباقي ده كله بيتشال عادي من غير تلاجة، غير لبن المراعي لو فتحت منه ازازة طبعا هي اللي بتدخل التلاجة. بصوا بقى لحظة الاستمتاع كلها بالحاجات دي، بحس ان انا كده مروحة من السوبر ماركت معايا غنيمة وانا راجعة بشوكولاتات وحلويات كده، ببقى فرحانة بيهم اكتر من اي حاجة جبتها. جبت هوت شوكليت كابري برضو، قلت له ان هو فرنساوي. انا بصوا فضلت ماسكة فيه اني ادور على كلمة فرنسا في على البياكو، ما لقيتهاش، حسيت ان انا هتعمى وانا وما شفتهاش برضو. وجبت كتاكيتو طبعا اللذيذ ده، ده بقى تحفة كده، شركة الشمعدان دي ذكريات الطفولة. وكورونا كمان، شركة كورونا المصرية بتاعتنا، الشوكولاتات بتاعتها انواعها بقت كتيرة جدا جدا. انا جبت دول، الواحدة كان ب3 جنيه. كوفرتينا بقى اللي صدمتني في سعرها 100 جرام ب 10 جنيه يا جماعة، يعني تضرب المستورد دي 100 ضربة ب 100 جنيه، ب 10 جنيه، ب 11 جنيه، ده المستورد ب 20 وب 25 وب 30 ال 100 جرام. ماله المصري، نشجع المصري. ماجيك ده برضو صوص حلو قوي، انا جبته قبل كده فقلت اجرب بقى بقية الاطعم بتاعته. والمستيكة المصري دي بقى مالها، لذيذة جدا برضو، الباكل واحد بجنيه، يعني عايزين ايه تاني؟ لذيذة جدا يعني، الخمسة في الواحدة فيها خمسة. بصراحة الحاجات المصري اسعارها ممتازة جدا، واحنا اللي بنجري ورا المستورد عشان اسمه وسعره عالي. مناديل المطبخ بقى خلصت، والعلبة دي قلت لكم ان انا يعني بستهلكها على طول بصراحة، من يوم ما جبتها وانا بحط فيها بقى اي نوع منديل. هي كانت جايه مع مناديل، بكره مناديل اسمها وايت، فطبعا لقيتها متبصمه كده مطرح ما بتكون ايدي مثلا بمسكها عشان اشد منديل وكده، فبالوايبس زي ما انتم عارفين بنضف بيه اجهزه المطبخ، بنضف بيه اي حاجه في قصادي، فمسحت بيه العلبه بس وحطيت فيها بكره مناديل جديده. وبالنسبه بقى لباسكت الكمامه او المهملات، حطيت فيه طبعا بيكربوناته، بس انا كنت غسلاه من قبلها ونشفته كويس قوي، وحطيت البيكربوناته. طب عايزه اعطره بقى، حطيت كمان منديل فيه زيت اللافندر اللي احنا كنا عاملين بيه تعطيرات للبيت قبل كده، ورميت المنديل جوه الباسكت بالشكل ده كده. طب البيكربوناته بيعمل ايه؟ بيمتص اي روائح كريهه انت مش حباها في الباسكت. اكيد طبعا الباسكت ده معرض للروائح والكلام ده، فالبيكربوناته بيمتص الغضب بتاع الكمامه شويه. فانا عادتي ان انا بلبس الباسكت باتنين كيس، شايفين ازاي؟ الاولاني ده برميه طبعا لما يتملى، التاني اللي انا حطاه من تحت ده تغليفه للكيس، انا ما بحبش ان انا استخدمه، بيكون يعني ايه زي استبن، لو الاساسي اللي انا راميه فيه اتخرم اتبل مش عارفه ايه، ده بيكون استبن. انا كنت نزلت للدكتور بقى بعد ما غيرت الكيس بتاع الكمامه ونضفته وكده، ورجعت كان معايا عيش فينو وجبت كمان فطير، بس قلت طبعا بقى مش هينفع اكل، الدكتور كان لسه ملبسني مركب لي تلبيسه جديده، فقلت اعمل كركديه. لقيت كمان جوه سويتال عرض او اعلان عن منتج تاني من منتجاتهم، اعشاب طبيعيه برضو زي بتاع التخسيس، يعني بتسد النفس او حاجه زي كده، وقلت اعمل بقى كركديه سخن كده دافي. الكركديه عشان تبقوا فاهمين، او المشروبات الطبيعيه الاهم في شربها ان يكون لونها فاتح، يعني الكركديه لما بنيجي نعمله في رمضان وبنيجي نشربه، او العناب، بنعمله لونه اسود، وهو اصلا لو سالتي اي دكتور هيقولك اشربي المشروبات دي فاتحه مش غامقه. انا حطيت تقريبا كيسين، مش فاكرة حطيت، لا قلت احط 3 لان هو كان كاتب ان الكيس الواحد يعادل 5 جرام، يعني تقريبا معلقة صغيرة، قلت بقى احط 3 اكياس بما اني اصلا بحط 3 معالق سكر، بس ان شاء الله انا في طريقي لتقليل كمية السكريات. بس بصوا بقى الفتلة لما حطيتها اللون جميل جدا جدا، وكان حلو قوي ومرخي للاعصاب كده ولذيذ جدا. اتمنى يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم، ما تنسونيش في دعوه حلوه من قلوبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني. مع الف سلامه.